انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية بالزعفرانة التابعة لإدارة رأس غارب الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي إن القافلة قامت بتوقيع كشف وصرف العلاج لعدد 137 حالة بمختلف التخصصات الطبية، ومنها إجراء عدد 29 فحصا معمليا وإجراء عدد 17 أشعة وسونار، كما تم أيضا إجراء عدد 21 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.